على ضفاف نيل سوهاج كنت أرقب أحوالهم. كان الموقع خياليا، لكن بيوتهم وأحوالهم كانت بائسة ويائسة. يأسا تسلل عبر عقود لم تعرف فيها منطقتهم غريبا سوى تجار بسطاء يتحصلون على رزقهم القادم من أعماق النيل. كانوا يكسرون كآبة واقعهم بتبادل النكات، ويحاربون صعوبة العيش بأمل قد يأتي أو لا يأتي. أسعد كريم ولد وعاش بينهم، وزاده العمل والهم عمرا فوق عمره. كنت أتابعه وهو في قاربه البسيط يجدف ويجدف، وكأنما يدفع الفقر عن حياته وحياة أبنائه دفعا. وامرأته كانت تغزل شباك الصيد أمام منزلها الذي لم يعرف من سبل الراحة إلا طبق الستلايت الذي كان يبث صورا لمنازل وشوارع ظنوا أياما أنهم لن يعرفوا لها طريقا. يا ربنا سبحانك، تلك ابنته اتكأت على كراكيب الأيام المتراصة أمام منزلهم تحاول بالدراسة والعلم أن تساعد أبيها على مقاومة الفقر والزمن، وخلفها لوحة من العشوائية المفرطة التي بدت وكأنها شبح يقف أمام أحلامها المؤجلة. مرت سنوات ليفاجئهم الواقع بما لم يرد في قواميس أيامهم المتشابهة. حياة كريمة أطلت فجأة لتغير نمط حياتهم الصعب. أصبح لأسعد كريم نصيب من اسمه، وأصبح له ولامرأته ولابنته ومن حولهم حظ من العيش الكريم، وأصبحوا عنوانا للمشروع الأهم في مصر كلها. صورة أخرى بدت لي عنوانا منذ 7 سنوات. كانت العشوائية تحاصر القاهرة وضواحيها وتنزع عنها ملامحها التي نعرف. هذه لطيفة عبد الغفار، السيدة المسنة التي ولدت وعاشت عقودا طويلة في منطقة بطن البقر. حينها بدت لي لطيفة كملح الأرض الذي بدونه تفسد أحوالها، وكالتروس التي بسواها لا تدور عجلة حياتنا. كنت أتلمس الرضا منها، جلست أحدثها عن ألمها وأملها الذي لم يتجاوز بعض الأشياء الضرورية. أنا محتاجة حتة سرير بدل اللي أنا مربوط ودلاء. حين بدأت الدولة وللمرة الأولى إحداث تغيير جذري في ملف العشوائيات الذي حاصر القاهرة غربا وشرقا، تساءلت بين نفسي وبيني، وقد رأيت في وجه لطيف عبد الغفار ملامح ناسنا الطيبة في ريف مصر. هل يمكن أن يكون لهؤلاء المهمشين في ذلك الريف نصيبا من الاهتمام والرعاية؟ هل يمكن أن تعرف قرانا البسيطة طريقا لتغيير شامل يحدث في الريف ما لم يحدث من قبل، يستعيد رونقه ويداوي جراحه التي شكلها الزمن؟ فاجأتني حياة كريمة، وبدت أمام عيني وكأنها تنسج قصة جديدة لملايين الناس من أولئك المهمشين والبسطاء الذين كانت أيامهم مشاهد متعاقبة من الألم والعمل الشاق والحياة الصعبة. قصة كتبت بينهم وبين الدولة عقدا جديدا وجعلتهم يصافحون واقعا أفضل.